من باب المطار هذه المرة تحاول الدولة زيادة إيراداتها، وذلك من خلال تعميم جديد أصدرته وزارة الأشغال والنقل العامة موجه إلى كل شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية، يتعلق باستيفاء رسم خروج على المسافرين بالدولار النقدي حصرا. لكن على عكس ما اعتقده كثيرون، فإن ذلك لا يعني أن المواطن سيتكبد رسوما إضافية، إنما سيتم اقتطاع نسبة معينة من بطاقة سفره تودع في حساب خاص لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية. نحن على 50,000 دينار لبناني اللي هي من الأساس سعر التيكت بالدولار وإنكلودينج، هي من ضمن حق التيكت كانت عم تتقاضى الشركات 33 دولار. بس قداش كنا ندفع للخزينة العامة؟ الأغلب العام من الشركات 90% من الشركات 33 دولار. شو كنا نتقاضى نحن بالخزينة العامة؟ دولار ونص. قداش 50,000؟ دولار ونص. اللي قلناه بالقانون، انت عم تاخد هالدولار من اصل حق التيكت، عم تاخد جزء منه ضريبة او مغادرة، رسم مغادرة مسافرين بالدولار، ما تعطيني اياه باللبناني 50,000، تعطيني اياه بالدولار كما تمت استيفائه بقلب التيكت. هذا اللي صار. يعني ما في لا في زيادة على التيكت ولا شيء، بس نحن اللي عملناه بهالقوانين حصلنا من الشركات التي نحترمها جميعا ما تتقاضاه بالدولار، حصلنا للدولة اللبنانية بالدولار. أصبح العمل بهذا القرار جاريا ابتداء من الجمعة 12 من آب، وسيقتطع ما نسبته 20% من المبالغ المحصلة للإنفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقا للقوانين المرعية الإجراء. من ضمن الواردات اللي راح تم تحصيلها لصالح الخزينة لما يتعلق برسوم المغادرة على المسافرين، تم تخصيص 20% لتجهيزات المطار وتأمين صيانته، اللي هن تقريبا بيطلعوا بالسنة ما بين 15 إلى 20 مليون دولار. إذا نحكي كمعدل، هدول رح يتم فتح حساب خاص فيهم بمصرف لبنان بالفريش دولار لتأمين تجهيزات وصيانة المطار. ويتوقع أن يؤدي هذا التعميم إلى إدخال ما بين 250 و300 مليون دولار للخزينة العامة من دون المساس بجيوب المواطنين.